اهلا بيكم اعزائي طلبه الصف الرابع الابتدائي ومع الوحده الثانيه في الجغرافيا. العنوان بتاع الوحده بيقول السكان في بلد مصر. السكان في بلد مصر هتكلم فيه عن درسين. الدرس الاولاني هتكلم فيه عن نمو السكان في مصر، والدرس الثاني هتكلم فيه عن توزيع السكان على خريطه مصر. تعال نبدا في اول درس بتاعنا النهارده اللي هو اسمه نمو السكان في مصر. نمو السكان، السكان بينمو بيزدادوا، كلمة نمو يعني زيادة يعني نمو. طيب هتكلم في الدرس ده عن ايه؟ هتكلم في الدرس ده عن اول حاجة التعداد السكاني، يعني بعد 1 2 3 4 لغاية لما اوصل ان السكان بتاع مصر بلغوا رقم معين. طيب على فكرة بقول ان مصر هي اقدم دولة طبقت نظام اسمه نظام ان انا اعد في السكان، وده خاصة في العصر الحديث. وتقوم مصر على فكرة كل 10 سنوات بتعداد سكانها، يعني مثلا 2018 لو تعد السكان السنة دي 2028 يبدأ يتعد السكان مرة تانية، يعني كل 10 سنوات يتم تعداد السكان. طب لما اجي اتكلم عن ما المقصود بالتعداد السكاني، انت عمال تقول تعداد تعداد تعداد، ما كلمة تعداد يعني عدد، فبقول حصر يعني جمع، جمع او حصر، حصر عدد السكان. طب احصرهم ليه؟ عشان اتعرف على اعدادهم واتعرف على تركيبهم. تركيبهم من حيث ايه؟ هو السكان بيتركبوا؟ السكان بيتركبوا من عده حاجات. ممكن اشوف السكان اللي موجودين على حسب السن، هم كبار ولا صغيرين، على حسب النوع اللي هو ذكر ولا انثى، على حسب المهنه، هل في حد بيشتغل ولا لا، على حسب التعليم، هل في حد متعلم ولا لا. يعني من الملخص التعداد السكاني هو انا بحصر عدد السكان او بجمع عدد السكان عشان اعرف اعدادهم وتركيبهم. تركيبهم من حيث ايه؟ من حيث ان السن والنوع والمهنه والتعليم. وقلنا مصر بتعد كل كام سنه؟ تعد كل 10 سنوات. وكل دوله بتختلف على حسب تعدادها. في دوله بتعد كل 10، في دوله بتعد كل 5 سنين. طب هل هو مهم ان انا اعرف التعداد السكاني في مصر؟ ده مهم جدا. لما يجيني سؤال في الامتحان ويقول لي بما تفسر، يعني اذكر السبب أهمية التعداد السكاني في مصر. ليه التعداد السكاني مهم إن أنا أعد كل 10 سنوات؟ أولاً لأن التعداد السكاني بيساعد على إيه؟ أولاً بيحدد تحديد احتياجاتي من المدارس والمستشفيات والغذاء والمصانع والخدمات. ما توضح لي الكلام يا عم اللي أنت بتقوله ده، بتقول إزاي؟ إيه دخل علاقة التعداد السكاني في إن أنا أعرف المدارس والمستشفيات والغذاء والمصانع والخدمات؟ شيء منطقي طبعاً. لأن هقول يعني كل ما اعرف عدد السكان زاد يبقى ابدا افتح مدارس جديده عشان تستعيب او تاخد الناس الكتيره اللي هي مش متعلمه. لما تكون السكان بيزيدوا ابدا اعمل مستشفيات كتيره عشان تعالجهم، هبدا اوفر الغذاء المناسب للسكان اللي زادوا، هبدا اوفر مصانع عشان تصنع حاجات للسكان اللي زادوا، هبدا اوفر خدمات كتيره وانشرها بشكل كتير عشان تخدم السكان اللي زادوا. يبقى التعداد السكاني مهم لو كانوا زيادة ان نوفر لهم الحاجات دي. طيب ايه هي اهمية التعداد السكاني في مصر؟ ان انا ممكن اتنبأ بعدد السكان التي يصل اليها بلدنا في المستقبل. يعني ايه؟ يعني ممكن خلال معرفتي لعدد السكان هم زادوا او قلوا ان انا اعرف في المستقبل ان السكان هيزيدوا قد ايه تقريبية، يعني حاجة تقريبية، من اجل التخطيط للمستقبل تخطيط سليم عشان ابدأ اخطط تخطيط جيد وابدأ اوفر الاشياء الملازمة او الاشياء المناسبه للسكان الزياده. طيب ده كان بالنسبه للتعداد السكاني. لما اجي اتكلم عن جزء تاني اسمه النمو السكاني في مصر. من اسمه كده النمو السكاني في مصر. نمو يعني ايه؟ يعني زياده. يبقى النمو السكاني بلاحظ ان نمو السكان في مصر بيزداد ولا بيقلوا؟ طبعا ناس سمع ناس شاطره بتقول بتزداد. الاحظ ان مثلا في سنه 1882 سجل التعداد مصر للسكان 7 مليون نسمة، 1882، ولاقي بعد كده ان السكان بدأ يزيدوا. اكثر السنوات في تعداد السكان سنة 2006 وصلوا 73 مليون نسمة. يبقى في 1882 7 مليون وفي 2006 73 مليون نسمة. الاحظ ان الفرق بين التعدادين لما اطرحهم من بعض 73 ناقص 7 مليون نسمة يديني 66 مليون نسمة. يعني من خلال كده بلاحظ ان السكان في مصر بينمو بشكل كبير جدا، وان
مصر تعد من الدول التي تعاني من ارتفاع في معدل النمو السكاني. طب ليه؟ لما يجيلي سؤال يقول لي بما تفسر مصر تعاني من ارتفاع معدل النمو السكاني، يعني فيها سكان كتير ليه؟ اقول له بسبب حاجة مهمة جدا اسمها الزيادة الطبيعية. زيادة طبيعية جاء من اسمها، زيادة يعني كثرة، طبيعية يعني ماليش اي علاقة فيها، ماليش اي علاقة بها خالص، هي زيادة من عند الله سبحانه وتعالى. انا ماليش اي علاقة بان انا اخلي حد يعيش او يموت. يبقى الزيادة الطبيعية هو ارتفاع نسبة المواليد وانخفاض نسبة الوفيات. كل ما المواليد تزداد والوفيات تقل فبقول ان الزيادة الطبيعية في مصر ازدادت. ولاحظ ان السبب الثاني اللي بيخلي معدل النمو السكان في مصر يزداد هو الزيادة غير الطبيعية اللي انا مسؤول عنها كانسان، اللي هي الهجرة. يعني ايه الهجرة؟ يعني انا هتحرك انا واسرتي واروح اعيش من محافظة لمحافظة تاني، او من دولة لدولة تاني. يعني مثلا طب انا بهاجر ليه؟ يا اما للتعليم يا اما للسكن او ممكن للعمل، الحاجة التالتة يا اما للتعليم او السكن او العمل. يعني ممكن عن طريق الهجرة دي ان انا اخد اسرتي واعيش من محافظة لمحافظة، او ان انا اعيش من دولة لدولة، من مصر مثلا الى السعودية. طيب يبقى لما يجي لي سؤال يقول لي هو معدل النمو السكان في مصر مرتفع وانخفض على طول، هقول ايه؟ اه مرتفع. طب ليه؟ بسبب الزيادة الطبيعية اللي هي مواليد ووفيات، وبسبب الزيادة غير طبيعية اللي هي الهجرة. طيب لما يجي لي سؤال تاني يقول لي ما المقصود بالزيادة الطبيعية؟ يعني كلمة زيادة طبيعية يعني الفرق بين عدد المواليد وعدد الوفيات. يعني اشوف اللي اتولدوا في مصر مثلا قد ايه، واطرح منهم اللي ماتوا في مصر يديني معدل اسمه معدل الزيادة الطبيعية. لكن زيادة طبيعية هي مواليد ووفيات، انا لست مسؤولا كانسان عن زيادة، عن ان انا اخلي شخص يعيش او ازود في عمر شخص او ان انا اخلي شخص يموت. يبقى الزيادة الطبيعية اجيب عدد المواليد اطرح منهم عدد الوفيات يديني معدل الزيادة الطبيعية. طيب انت ذكرت الزيادة الطبيعية، ما تقول لي ما المقصود بالهجرة؟ الهجرة هي ان انا اهاجر او انتقال الفرد من مكان لاخر لفترة زمنية طويلة، الانتقال من مكان لاخر لفترة زمنية طويلة. وعلى فكرة الهجرة هو بيختلف معدل نمو السكان من محافظة اخرى. يعني الاقي في محافظات عدد السكان فيها كتير ومحافظات عدد نمو السكان فيها قليل. ليه؟ لان الزيادة في اعداد السكان ما بتحدث فقط في الزيادة الطبيعية، ولكن بسبب زيادة غير طبيعية اللي هي الهجرة. يعني الزيادة او النمو مش مواليد ووفيات بس، لا معاها كمان الهجرة. ما الهجرة زي ما انا بتحرك انا واسرتي من محافظة لمحافظة تاني، ما انا بنقص المحافظة اللي انا طلعت منها وبزود المحافظة اللي انا رحت فيها وعشت فيها. طيب الهجرة نوعين اعزائي الطلبة، هجرة اسمها هجرة داخلية وهجرة خارجية. الهجرة الداخلية ان هو انتقال الفرد او الشخص من مكان الى اخر داخل الدولة، زي مثلا ان السكان بتوع الريف، الناس اللي عايشين في الريف يهاجروا للمدينة. اما الهجرة الخارجية هي انتقال الفرد من دولة لاخرى، زي هجرة المصريين لدول الخليج العربي زي السعودية والكويت مثلا، دي اسمها الهجرة الايه؟ الخارجية. طب يا ترى ايه هي اسباب الهجرة؟ ليه الناس بتهاجر؟ ليه الناس بتتحرك من مكان لاخر؟ الناس بتتحرك من مكان لاخر لثلاث حاجات. اولا، وده انا قلتها قبل كده، هي البحث عن فرص عمل افضل. اتنين، الحصول على اجور اعلى، يعني عايزين مرتبات كتيرة وفلوس كتيرة عشان يحسنوا مستوى المعيشة. اسباب الهجرة بسبب التعليم، يعني ممكن شخص يكون بيهاجر من محافظة لمحافظة او من دولة لدولة بيدور على شغل، او ممكن شخص عايز يتحرك من محافظة لمحافظة او من دولة لدولة عشان يحسن مستوى المعيشة بتاعه، عايز يزود المرتبات بتاعته لان الدولة بتاعته مش موفرة له مرتبات كتيرة، او ممكن شخص بيهاجر من مكان لاخر عشان بيدور على التعليم. طيب الاحظ ان في محافظات بتجذب السكان وفي محافظات بتطرد السكان في مصر. لما اجي اتكلم عن المحافظات الطارده للسكان، يعني الناس بتهرب منها عشان تبحث عن العمل والتعليم، زي ايه؟ زي محافظات الصعيد والدلتا. اديني مثلا لدوله، محافظات الصعيد مثلا زي المنيا، والدلتا مثلا زي الشرقيه او المنوفيه. طيب ايه المحافظات بقى اللي بتاخد السكان وبتستقبلهم عشان عندها عمل وعندها تعليم وعندها ارتفاع في مستوى الاجور اللي هو مستوى معيشي مناسب؟ دي المحافظات اللي بتجذب السكان زي القاهره وزي الاسكندريه. وبكده اعزائي الطلبه نكون خلصنا درس
التعداد السكاني. اتكلمت في الدرس دوت او نمو السكان في مصر، اتكلمت في الدرس ده عن التعداد السكاني، اتكلمت ان النمو السكاني في مصر دايما في زياده مرتفعه بسبب حاجتين مهمين، الزياده الطبيعيه اللي هي المواليد والوفيات، وبسبب الهجره اللي هي انتقال الفرد بحثا يا اما عن العمل او التعليم او مستوى معيشي مناسب. وعرفت انواع الهجره، وعرفت المحافظات اللي بتجذب السكان والمحافظات اللي بتطرد السكان. شكرا لكم، وشكرا لكم دايما بتسمعوا. استمروا في استماع الفيديوهات اللي هي هكمل فيها منهج الدراسات الاجتماعيه لكم باذن الله، والى اللقاء.